يا مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. حلقه جديده من السادسه، تحياتي بدايه لكل الاهلاويه اللي بيبداوا معانا حلقه النهارده ويبداوا معانا الموسم الجديد. والله انا كنت جاي ومحضر نفسي ومجهز الدنيا على الكلام عن النمسا وجمال النمسا ومعسكر خارجي وظهور النادي الاهلي في الموسم الجديد وماتشات اوروبيه وقصه والحكايه والروايه، فلقيت القصه رايحه في حته تانية خالص وتحولت لازمه مفتعله. واحد طبعا الكلام على موسم لم يبدا بعد، موسم لم يبدا بعد ودخلنا في اولى ازماته، ازمه وقصه السوبر الافريقي الاهلي واتحاد العاصمه وتعارض مواعيدها مع معسكر المنتخب المصري اللي عنده لقاء رسمي اول مع اثيوبيا ومن بعده مباراه وديه مع تونس، والامر على منصات السوشيال ميديا تحول الى عركه بمعنى الكلمه. بس انا حابب الحقيقه وانا ببتدي حلقه النهارده نتفق على ثوابت ما فيهاش نقاش، ما فيهاش جدال، ما فيهاش وجهات نظر. والاهلي يمكن وانا مع حضراتكم امبارح في حلقه السادسه بتكلم او زعت على حضراتكم بيان النادي الاهلي والخطاب، تفاصيل خطاب اللي ارسله لاتحاد الكره واللي بيطالب فيه باعفاء لاعبته الدولية اللي هيختارهم، اللي لسه هيختارهم ري فيتوريا مدير الفني لمنتخب مصر من معسكر المنتخب، عشان الأهلي عنده مباراة رسمية وهي مباراة بطولة والأهلي لا يمثل نفسه فيها، دي مباراة على مستوى القارة بين بطل دوري الأبطال وبطل الكونفدرالية. قلت لحضراتكم وقريت نص البيان واللي أكد فيه الأهلي في سياقه على فكرة إنه الأهلي عمره ما تأخر طبعا على المنتخب ودايما مصلحة منتخب مصر في المقدمة، وبالمواقف مواقف كتير جدا جدا فيها تعرض الاهلي لظلم بين، سواء بقى بصرف النظر مش هتكلم ومش هرجع لتواريخ احكي لكم فيها يعني قد ايه الاهلي بيدعم منتخب مصر، دي حاجه مش محتاجين نتكلم فيها. وتضحيات النادي الاهلي في مواقف كتيره جدا، اخرها مثلا بطوله كاس العالم اللي راح شارك فيها بدون لعيبته الدوليه اللي كانت موجوده مع منتخب مصر في بطوله امم افريقيا في الوقت اللي انا فاكر كويس جدا، المواقف ما بتتنسيش. المسؤولين في اتحاد الكره اكدوا انه الاهلي هيلعب بطوله كاس العالم للانديه بكامل لاعبيه بما فيهم الدوليين اللي كانوا موجودين مع منتخب مصر. بس شاءت الاقدار طبعا ان منتخب مصر الحمد لله كان وصل المباراه النهائيه وما لعبش. محاوله تصوير الامور على انه القصه منتخب مصر في مواجهه النادي الاهلي لا تجوز ولا تصح باي شكل من الاشكال. وسواء كنا بنتكلم على رغبة النادي الأهلي ممثلة في وجهة نظر مارسيل كولر المدير الفني أو رغبة منتخب مصر، أنا هشيل الاتحاد يعني اتحاد الكرة المصري على جنب شوية، أو وجهة نظر ري فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، كلا وجهتي النظر ليهم الحقيقة منطقية وليهم موضوعية في طرحهم بشكل من الأشكال. لكن السؤال هنا واللي لازم كلنا نسأله لنفسنا واللي لازم الاتحاد المصري والأندية المصرية تفكر في التعامل معاه بكيفية تضمن لينا الحفاظ على حقوقنا، حقوق الكرة المصرية، سواء كان الكلام على منتخب مصر أو كان الكلام على الأندية المصرية مش بس النادي الأهلي، حقوق الأندية المصرية. لأنه في أكتر من موقف فترة زمنية قليلة جدا وجدنا الاتحاد الافريقي الحقيقه فيما يتعلق بالتعامل مع انديه او منتخبات مصر بيكيل بمكيالين. عشان كده انا بعتقد انه تفاديا لازمات تانية قادمه حتما لا محاله، الموسم ده الازمه دي هي الازمه الاولى فقط لا غير، احنا بس بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. ما بداناش الموسم ودخلنا في ازمه مباراه سوبر الافريقي، اللي مش فاهم ايه السبب او ايه السر في تعنت الاتحاد الافريقي وهو يعلم تمام العلم ان المنتخبات الافريقيه عندها ارتباطات سواء رسميه او وديه تبع الاجنده الدوليه في نفس التوقيت. ايه الحكمه في انه يحدد ميعاد المباراه في يوم 15 علما بان المباراه دي هتلعب في السعوديه؟ يعني لو احنا بنمشي حسب النظام المعمول بيه طول عمرنا انه مباراه السوبر بيستضيفها ملعب بطل دوري الابطال يمكن ما كانش يبقى فيه مشكله. اهلا وسهلا باشقائنا الجزائريين هنا في القاهره، نستقبلهم ويشرفونا ونلعب معاهم مباراه السوبر في استاد القاهره بما انه الاهلي حامل لقب بطوله دوري الابطال. لكن الاتحاد الافريقي ليه اسباب كتير جدا، منها رعايه ومنها توفير موارد الاتحاد الافريقي والى اخره، اتفق انه المباراه تتلعب بره على اساس انه
يعني يستفيد من وراء حدث، وخصوصا طبعا ان الاهلي بيشارك فيه. خدوا بالكم مشاركه الاهلي في البطولات المحليه او القاريه اللي بتتلعب بره حدود القاره مرتبطه بشكل كبير جدا، او مرتبط نجاحها بشكل كبير جدا بمشاركه الاهلي المصري، وبدون مشاركه الاهلي المصري تفقد البطوله دي جزء كبير جدا من قيمتها ومردودها اللي بيعود على الجهه المنظمه وبيعود على الرعاه من وراه، عشان نبقى واضحين. فالقصة أبدا مش قصة منتخب مصر وقصة النادي الأهلي، قصة اتحاد أفريقي. وبان في أكتر من مناسبة مع الأهلي تحديدا في خلال سنة ميلادية، مش هرجعك بتاريخ كبير جدا ورا، سنة أو سنتين، موسم أو موسمين، قصة عدم وقوفه في مساندة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية اللي بيمثل فيها مش مصر ولا بيمثل فيها النادي الأهلي، بيمثل قارة أفريقيا، بيشارك في بطولة كأس العالم ممثلا لقارة أفريقيا، ورغم كده تم احترام رغبة الأجندة الخاصة بأندية العالم كلها إلا الأندية الأفريقية وإلا النادي اللي بيمثل قارة أفريقيا، وشارك الأهلي منقوصا عدد كبير جدا من لاعبيه الأساسيين الدوليين. مباراة الوداد المغربي الأولى، كلاكيت أول مرة نهائي دوري الأبطال اللي اتلعبت من مباراة واحدة في المغرب للعام الثاني على التوالي، وأثارت شبهات كثيرة جدا ضد نوايا الاتحاد الأفريقي. مباراة الكلاكيت تاني مرة بقى الوداد الأخيرة، نهائي دوري الأبطال الأخير اللي اتلعبت، مباراة الذهاب بتاعته في القاهرة ومباراة العودة بتاعته في المغرب. وكان مفترض أنه بعد مباراة الوداد دي بثلاث أيام منتخب مصر كان لسه الموقف مش واضح في تصفيات أمم أفريقيا، يعني كان لسه حسابيا أو رقميا مش ضامنين أنه منتخب مصر تأهل، فهي مباراة في منتهى الأهمية. وكانت المفترض المباراة دي تتلعب بعد مباراة نهائي دوري الأبطال بثلاث أيام. القدر لعب لعبته والوداد قدر يخرج. المباراة دي كانت بتتلعب على أرض مغربية، يعني هي كانت مباراة غينيا وكانت هتتلعب في المغرب. فيشاء القدر أنه الوداد يطلع سان داونز عشان لعبة الأهلي تفضل في المغرب وينضم لهم بعثة منتخب مصر ويأخذوا اللقاء هناك. طب ماذا لو كان سان داونز هو اللي تأهل؟ كانت هتظل مباراة مصر وغينيا في المغرب، والأهلي بيلعب مباراة العودة في جنوب أفريقيا، ومطالب أنه لعبته الدولية تسافر من جنوب أفريقيا للمغرب عشان تلعب بعد ثلاث أيام مباراة مهمة جدا في تصفيات الأمم الأفريقية. شيء لا يصدقه عقل، يعني فكرة أنه الاتحاد الأفريقي المعني والقائم على تنظيم البطولات الأفريقية الخاصة بالمنتخبات والبطولات الأفريقية الخاصة بالأندية يبقى فيه جزر منعزلة، وفكرة أو الحالة اللي بتوصل في النهاية وبتترجم عند جمهور الكورة في مصر وعند الأهلاوية بالذات بالشكل يعني بشكل زيادة شوية، إنه في تحامل من الاتحاد الأفريقي على الأندية المصرية وعلى النادي الأهلي، بقت فكرة بتترسخ يوم بعد يوم وموقف بعد موقف. وجهة نظر مارسيل كولر انه الاهلي مقبل على مباراه رسميه وهي مباراه بطوله قاريه، مباراه السوبر الافريقي. منتخب مصر ضمن التاهل لامم افريقيا. مباراه اثيوبيا تحصيل حاصل. مباراه اثيوبيا اللي هتتلعب هنا على ارضنا في القاهره تحصيل حاصل. ايا كانت نتيجتها المنتخب ضمن التاهل لبطوله امم افريقيا. مباراه تونس اللي هتتلعب بعدها في استاد القاهره مباراه وديه. مباراة ودية مش مباراة رسمية، نتيجتها ما تهمش. مفترض ان روي فيتوريا هيجرب هيختار اسماء يشوفها المرة لاول مرة لكن واضح ان وجهة نظر فيتوريا في المقام او في الناحية التانية انه يا جماعة انا بلعب على التصنيف، القصة مش قصة مباراة رسمية ولا مباراة ودية، مش قصة تأهل ولا عدم تأهل، القصة ان انا بلعب على تصنيف مصر اللي يخدمني فيه قرعة المجموعات بتاعة بطولة أفريقيا، وبالتالي أنا محتاج أكسب الماتشين دول عشان أضمن وجودي ضمن الخمسة الكبار في أفريقيا. مصر دلوقتي أعتقد مركز خامس، اللي ورا منها على طول نيجيريا. فبالتالي الراجل بيقول لك لا أنا ما بتعاملش مع المباراة دي أنها مباراة تجارب، أنا بلعب الماتشين دول عشان أكسب عشان أروح أمم أفريقيا أضمن تصنيف أول. وهي وجهة نظر محترمة بس يعني ليها رد. ليها رد. فوجهتين النظر الحقيقه يعني ليهم كامل الاحترام، لكن في النهايه انت تقدر
واحد طبعا مش عايز يصدر مشكله لينا او صدرها اتحاد الكره اللي بالمناسبه يعني في حدود المعلومات. طبعا التواصل صعب جدا في المواقف زي دي، يعني ما يعني صعب انك انت حد يديك كلمه او حد يرد عليك اساسا. لكن في النهايه اللي وصلني انه اتحاد الكره عنده رغبه في انه الاهلي يلعب مباراه السوبر بكامل لاعبيه، يعني في تفاهم او في خليني اقول في محاوله من مسؤولي اتحاد الكره لمسانده النادي الاهلي، لان هم قبل كده او مواقف مجالس سابقه او مواقف لجان كانت مسؤوله عن اداره اتحاد الكره كانت مغزيه الحقيقه. فبالتالي اتحاد الكره او المسؤولين اتحاد الكره ده اللي وصلني، يعني ده في حدود المعلومات اللي اتيحت لي في رغبه لمسانده وجهه نظر النادي الاهلي. لكن في الاول والاخير في النهايه اتحاد الكره مش هيقف قدام رغبه ريفيتوري. انا مش عايز اصدر المشكله عنها اهلي ومنتخب، وخصوصا انه في ناس بتحاول تعمل ده على يعني للاسف الشديد يعني على السوشيال ميديا بتحاول تسخن الناس. خدوا بالكم انه الاهلي هو مصدر الفرحه لجمهور الكره في مصر للاسف، يعني للاسف الشديد بقول ده للاسف، لانه انا نفسي كمان انه وانا غيور على منتخب بلدي ودايما ما عنديش دي ما فيهاش نقاش بالنسبه لي، ما فيهاش نقاش بالنسبه لي باي شكل من الاشكال. منتخب مصر ياتي اولا قبل اي شيء، حبي وانتمائي وعشقي للاهلي مش محل شك، لكن يبقى دايما اسم مصر واسم منتخب مصر قبل اي شيء. لكن محاوله انك انت تقلب الصوره على انه صراع بين منتخب مصر وبين النادي الاهلي ده شيء لا يصح ولا يليق وما اعتقدش. وخدوا بالكم الناس اللي بتلعب في دماغ الشباب الصغير على السوشيال ميديا كتير ومصالحهم ونواياهم واضحه للجميع، لكن تاثيرهم هو اللي احنا محتاجين يشتغل عليه. فالقصه ابدا مش قصه تعارض او تضارب مصالح بين الاهلي وبين منتخب مصر، واثق تماما انه في النهايه في معلومه عندي انه يمكن يكون في اجتماع بين روي فيتوريا وبين مارسيل كولر عشان يحلوا الازمه دي. الاهلي مسافر بكره النمسا بالمناسبه. الاهلي هيسافر بكره النمسا عشان يبدا معسكره هناك استعدادا للموسم الجديد. فبالتالي قصه هنا قصه اتحاد افريقي. وتكرار المواقف دي يستدعي وقفه. تكرار المواقف دي انت عندك التزامات دوليه للمنتخب المصري والتزامات دوليه للانديه المصريه في الموسم اللي جاي ما حصلتش قبل كده في التاريخ. وما اعتقدش انها هتتكرر بسهوله. فبالتالي يجب وضع حد ل ايه اللي يمنع ان المباراه دي تتاجل على الاقل تقدير 24 او 48 ساعه؟ يعني ايه اللي يمنع انه ده ممكن يكون مخرج للازمه؟ سهل جدا ومفيش ما يستدعي انه يكون في تعارض بين مصلحه المنتخبات ومصلحه الانديه الافريقيه، لانه ما ينطبق على الاهلي ينطبق على انديه ثانيه كتير. وخد بالك انه حتى لو ريفيتوريا وافق على السماح لعيبه الاهلي بالانضمام لمعسكر او يعني للبقاء مع النادي الاهلي، فوارد جدا مديرين فنيين في دول ثانيه، انت عندك لعيبه دوليه من مالي وعندك لعيبه دوليه من تونس وعندك لعيبه دوليه من جنوب افريقيا وعندك لعيبه دوليه من المغرب. فبالتالي مين اللي يضمن ان المديرين الفنيين في المنتخبات دي يسمحوا للاعبتهم بالاستمرار مع النادي الاهلي في تحضيره لمباراه السوبر؟ ازاي لعيبه منتخب مصر تلعب هنا في القاهره يوم 12 بالليل وتسافر يوم 13 السعوديه عشان تتمرن يوم 14 فتلعب مباراه سوبر افريقيا يوم 15؟ شيء مش ممكن حد ابدا يتقبله او يتخيل انه ممكن يكون بيحصل في وقتنا الحالي. طيب هندخل في تفاصيل كتير وهنتكلم على ازمه السوبر في موسم لم يبدا بعد، لكن خلينا نروح لفاصل ونرجع نتكلم في اخبارنا ونعرف تفاصيل حلقه النهارده. الصوره دي للتاريخ. الصوره دي ما يعملهاش غير النادي الاهلي ابطال وبطلات، طبعا النادي الاهلي في مختلف الالعاب والرياضات اللي استمتعنا الحقيقه بحفل النادي الاهلي احتفالا بموسم تاريخي على كل المستويات الحقيقه. ارحب بضيفي ونجمنا الكبير كابتن الكبير عادل طعيمه، ضيفنا النهارده في السادسه. مساء الخير كابتن عادل. كابتن احمد ازيك؟ يعني وانت بتشوف اللقطات دي كده وكميه الدروع والكؤوس والالقاب والبطولات في مختلف الالعاب والرياضيات ورياضات، احساسك كان ايه يا كابتن عادل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي بدايه يعني ما هواش غرور ولا حاجه، لكن احنا متعودين على الانتصارات ديت، لكن الحقيقه الاحتفال كان مهم جدا لان اولادنا دايما بيلعبوا الماتشات بتاعتهم بياخدوا البطولات ما بيلحقوش، تاني يوم على طول تلاقيه شغال فما يلحقش يعني يفرح ولا الجمهور يفرح بالانجاز يعني. ف
طبعا كانت حفلة رائعة كعادة النادي الأهلي، كلها منظمة، كلها مرتبة، كلها فيها ذوق، فيها ابتكار، فيها تواضع، فيها كل حاجة جميلة. تبص تلاقي رئيس النادي بيكرم العمال، ديك برضو من اللفتات اللي احنا كلنا واحنا صغيرين عشناها وشفناها. أيوة. يعني هو التقدير لقيمة العمل نفسه وقيمة الإخلاص والانتماء طبعا. بصرف النظر عن الدور اللي انت بتقوم بيه في منظومة النادي الأهلي فيت. ولكن التقدير والرسالة الحقيقية، لأنه كل واحد بيخلص في مهمته أو في مجاله لازم يكون محل تقدير في النهاية، وكل عمل ليه أهميته طبعا. يعني إذا احنا شايفين أن العمل صغير، بالعكس ده ممكن العمل ده يكون بيأثر على نتيجة البطولة. صحيح. نتيجة العامل اللي ممكن الناس تكون بتستهتر بيه، هذا العامل إذا ما كانش بيتقن مهنته مش هتاخد بطولة، لأنه هو بيوفر المجال وبيوفر المناخ للاعب وللإداري ولكل الناس كلها، المناخ المظبوط علشان تاخد البطولة وانت مرتاح طبعا. أنا طول عمري يعني كرة القدم هي أول وآخر شيء في اهتماماتي في الرياضة، بتابع وببص وبشوف، أحب بعض الرياضات تانية زي الفولي، ممكن زي الباسكت، لكن مش ما تقدرش تقول إن أنا يعني شغوف بمتابعة الرياضات دي بشكل مستمر زي كرة القدم مثلا. وكان يعني كان في وقت من الأوقات كده كنت لسه صغير، كنت بقول هو ليه الأهلي ما يكرس كل طاقاته وكل إمكاناته في إنه يبقى رياضة كرة القدم، لو المجهود وحجم الانفاق الكبير جدا اللي بينفق على كل الرياضات دي راح لكرة القدم، ده الاهلي يروح في حتة تانية خالص. شوف، هو الاهلي في بيقوم بمهمة، مهمة الدولة. لا مش تقليل بس عشان ما حدش يفهم كلامي من الرياضات التانية، بس انا بقول لكم في فترة من الفترات كنت بقول انه يعني انه لو الاهلي بيدور على مصلحته بس مش مصلحه الرياضه المصريه عموما، ممكن ده كان يكون منهج عمل. او في انديه كتير على فكره في العالم، وانديه كبيره جدا، ما مش قايمه غير على نشاط كره القدم فقط لا غير. هتلاقي برشلونه وريال مدريد عنده رياضتين مثلا، كوره وطايره وباسكت مثلا بس وخلاص. النادي الاهلي بيقوم بدور مهم جدا، في عنده 20 لعبه او 22 لعبه كلهم ما فيش دخل، يعني اغلبهم طبعا ما فيش، ما بيعملوش دخل. الكره بس هي اللي بتعمل الدخل والاعضاء وكده، انما النادي الاهلي عنده 22 لعبه كلهم ابطال، وكلهم بيمد المنتخبات مصر كلها من خلال النادي الاهلي، وطبعا نادي الزمالك وبرضه بعض الانديه. الدور ده ما حدش يقدر يقوم بيه الا النادي الاهلي، لانه شعبيته وجماهيريته، وبعدين الالعاب ديت لازم يبقى وراها جماهير. جماهير النادي الاهلي هتلاقيها في الملاعب سواء في مصر او بره مصر، انت بتشوف في الكويت وفي قطر وفي السعوديه لما بيبقى في ماتش باسكت ولا طايره للنادي الاهلي، تبص تلاقي الجماهير بتبقى يعني ماليه المدرجات وتشجيع فوق العاده. فطبعا كل الامور ديت بتخلي النادي الاهلي دايما حريص جدا ان هو يسعد جماهيره في كل الالعاب، وطبعا خاصه كره القدم، لان هي زي ما حضرتك تفضلت لا تقلل انت طبعا، انا عارف قصدك اكيد، لكن اللي انا فاهمه وعارفه كويس قوي ان الدور الوطني اللي النادي الاهلي بيقوم بيه علشان يمد المنتخبات في كل الالعاب، وشفنا التكريم كل الفرق صحيح اتكرمت ليه، علشان واخدين البطولات على المستوى المحلي والمستوى الافريقي والمستوى العالمي. ايوه، انت عندك ثلاث فرق كاس عالم السنه دي، فطبعا كل الامور ديت النادي الاهلي بيصرف منها ولا يعني لا يدخر جهد ان هو يصرف ويصرف ببذخ علشان يساعد اسم بلده ان ترتفع من خلال الالعاب ديت، من خلال الرياضه، والعلم المصري بيرتفع من خلال طبعا الرياضات ديت في كل المحافل الدوليه. هل يلقى الاهلي الدعم الكافي من وجهه نظرك عشان يقوم بالمهمه دي؟ يقولوا لنا مين اللي بيدعم يعني حتى يا ريت يعني يبقى في تدعيم حتى معنوي. هو احنا مش عايزين غير دعم معنوي مفهوم. يعني هو احنا ما اعتقدش ان الاهلي في اي لحظه من اللحظات طلب اي دعم مادي مثلا، واعتقد انه الاهلي بميزانيته هو الاكبر على مستوى الانديه المصريه، يمكن مش هبالغ لو قلت على مستوى القاره الافريقيه كمان. الوضع الطبيعي والكلام ده يعني برضه ما حدش يزعل مننا، يعني الوضع الطبيعي ان مثلا وزاره الشباب او الاتحادات بيبقى عندها ميزانيات عشان تعد المنتخبات ديت. فاذا كان النادي الاهلي هو اللي بيقوم بالدور ده، طب يعني لابد يبقى هناك
تدعيم سواء من منشآت سواء من صرف. اللعيبه دي لما تاخد مكافآت يبقى فيه مقابل مادي ليهم. أي. لما يبقى فيه مدربين اجانب او الاخر ويبقى فيه مساهمه. ايام الدكتور عماره كان بيبقى فيه الكلام ده. كان بيبقى النادي اللي فيه مدرب اجنبي كان بيبقى فيه دعم لمرتبه بالكامل. فلابد يبقى فيه دعم معنوي ودعم مادي ودعم انشائي كمان. أي. لانك انت بتقوم بتصرف مبالغ طائله جدا والمردود بتاعها مردود ادبي. المردود الادبي مهم جدا، بس برضه لابد مع المردود الادبي يبقى فيه مردود مادي علشان اقدر واصل في عمليه الصرف. صحيح صحيح. هاخدك لاولى ازمات، كنت بقول في بدايه الحلقه انه اولى ازمات موسم لم يبدا بعد، ازمه مباراه سوبر افريقيا اللي بتتعارض او بيتعارض موعدها ومكان اقامتها مع اجنده منتخب مصر اللي عنده مباراتين، مباراه رسميه مع اثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا اللي بيقال عليها بين قوسين تحصيل حاصل لأن المنتخب خلاص ضمن التأهل، ومباراة تونس الودية يوم 12 اللي هتتلعب في القاهرة واللي مفترض يعني اللي حط الميعادين دول وحدد معاهم ميعاد سوبر أفريقيا إنه لعيبة الأهلي تلعب في مصر يوم 12 وتسافر السعودية يوم 13 عشان تتمرن يوم 14 فتلعب يوم 15 مباراة السوبر الافريقي ما بين وجهة نظر مارسيل كولر ما بين وجهة نظر ويفيتوريا. ازاي بتشوف القصة؟ بشوف القصة ان مجلس الادارة وكابتن الخطيب بعت خطاب، الخطاب فير جدا وعقل جدا. انا ضمنت التأهل والماتش الودي وانا عندي ماتش سوبر، وقبل كده النادي الاهلي مش بينمن على حد، ولكن النادي الاهلي لما راح كاس عالم للاندية وكان رايح بدون 10 لاعبين اساسيين كانوا في مهمه وطنيه بيلعبوا في امم افريقيا، ومع ذلك الاهلي راح كاس عالم انديه اللي العالم كله بيتفرج عليه وراح بدون اللعيبه، راح ب 10 لاعبين وبيكمل بالناشئين الشباب او الشباب. هاي. فالعمليه دي هل دي بقى بتتكرر مره ثانيه؟ المفروض بقى في الاوقات اللي زي دي الامور دي ما بقاش فيها يعني نوع من الجدال او نوع من يعني التراخي شويه. هنا بقى في الوطنيه بقى وفي الناس اللي هي فعلا بتحب بلدها وبتحب النادي الاهلي اللي بيمثلها على طول. حاجه زي دي ماتش ودي مع تونس وماتش تحصيل حاصل مع اثيوبيا. القرار ده عند مين من وجهه نظرك كابتن عادل وبحكم خبرتك الكبيره؟ القرار ده عند روي فيتوريا بصفته المسؤول الاول عن المنتخب ولا عند المسؤولين على اتحاد الكوره؟ عند حازم امام. لانه قبل كده كان في ماتش في الدور ال 64 للزمالك وكان في لعيبه الزمالك، فحازم مع فيتوريا لانه هو اللي جايبه يعني. فطبعا ايه اللي حصل؟ استبعد لعيبه الزمالك في دور ال 64، انت تلعب سوبر. ايوه. فانا ما اعتقدش ان هم يعني الحاجه اللي النادي الاهلي طلبها كابتن الخطيب طلبها من الاتحاد او مجلس الاداره. لا، في النهارده اللي قلت تسريبات، يعني الكلام اللي طالع او اللي وصل لنا انه روي فيتوريا متمسك بوجود لعيبه الاهلي وعنده مبررات تبدو موضوعيه. انا يمكن ما يعني كنت عايز اتكلم في الجزئيه دي في مقدمه الحلقه بس فضلت ان انا اتكلم فيها مع حضرتك، انه الراجل بيقول لك لا انا ما ببصش على المباراتين دول على انها مباريات رسميه ولا وديه، مباراه تاهل ولا عدم تاهل، انا ببص على الماتشين دول عايز احافظ بيهم او بنتائجهم على تصنيف مصر في القارة الأفريقية اللي يخدمني في أن أنا أروح بطولة أمم أفريقيا كتصنيف أول وإحنا بنعمل قرعة المجموعات، فأنا محتاج أكسب الماتشين دول بأي شكل من الأشكال عشان أحافظ على تصنيف مصر ضمن الخمسة الأوائل على مستوى القارة، وبالتالي محتاج لعيبة الأهلي. والله شوف أنا يعني هي علامة استفهام. لأنه إذا أنا تحصيل الماتش ده تحصيل حاصل بالنسبة لي، ماتش أثيوبيا أي بالنسبه لهم وبالنسبه لنا. ف معلش كابتن عادل، هو لا يعني انا لو النهارده مدير او حضرتك مدير فني منتخب مصر، انا مقدر طبعا اهميه لعيبه النادي الاهلي وخصوصا ان في لعيبه يعني ممكن ما تلاقيلهاش من ناحيه المستوى الفني ما تلاقيلهاش بديل، لكن هو منتخب مصر ما يقدرش يكسب اثيوبيا في القاهره هنا وتونس في القاهره هنا من غير لعيبه الاهلي؟ اولا انت عندك كم من محترفين، وبعدين عندك شريف محمد شريف. ايوه. وعندك حمدي فتحي. صحيح. طيب وعندك في حراسه المرمى ما فيش اي ادنى مشكله. فاذا كانت التسريبات ديت
الغرض منها إثارة أو الغرض منها الضغط على النادي الأهلي؟ أنت بتضغط ليه على النادي الأهلي؟ الضغط ده هل في مصلحتك يعني؟ وبعدين أنت تيجي بتطلب فلوس من النادي الأهلي علشان النادي الأهلي خد بطولة أفريقيا. طب أنت قدمت إيه للنادي الأهلي علشان يعني؟ طبعا هتقول إن ده نسبة أو المفروض الحاجة دي بتجيلك 200,000 دولار أعتقد أو حاجة زي كده. أيوه نتيجة المشاركة. ده اتحاد الكورة. أمال إيه طالب 200,000؟ عشان الأهلي كسب بطولة أفريقيا اللي هي جايزتها 4 مليون، فالاتحاد المصري بيبقى ليه نسبة من أو حصة يعني من الجائزة المالية دي. دي معلومة أنا أول مرة أعرفها. فطالبين 200,000 دولار. علشان خبوا الجواب، فطبعا يعني لما حطوا الجواب في الدرج فطبعا ده يعني عملية مش سهلة. خد بقى حاجة، إنه ده تأثيره على الجمهور خطير جدا. طبعا. يعني الجمهور عملية بيستقبل ده. عملية شحن وعملية استفزاز وعملية ضغط على الناس بطريقة غير مقبولة. يعني أنت رايح تلعب بطولة سوبر. بطولة السوبر دي بالنسبة لك أولا في السعودية وماتش مهم جدا. وبعدين من ضمن الحاجات المهمة جدا هيبقى النادي الأهلي أول نادي في العالم ياخد 3 سوبر في سنة. ما حصلتش في تاريخ العالم كله. واخد 2 سوبر وده السوبر الثالث. زمالك وبيراميدز تقصد؟ ما الاثنين سوبر ال هيبقى 3 سوبر، انت واخد 3 سوبر، فانت ده الماتش اللي جاي ده هيبقى السوبر الثالث. سوبر. وبعدين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، باذن الله هيحصل باذن الله. فانت يعني فيتوريا، يعني بلاش نكلم فيتوريا بقى، نشوف حد يكلم اعضاء مجلس الاداره. انا عايز اتكلم معاك كوره كابتن عادل. طبعا دي لقطات من تمرينه النهارده، دي اخر تمرينه للفرقه النهارده في القاهره من داخل ملعب تيتش، وان شاء الله باذن الله الفرقه بتستعد بكره للسفر عشان تبدا معسكرها في النمسا. هتكلم على معسكر النمسا طبعا مع كابتن عادل، بس بعد ما اشوف قصه السوبر، لانه احنا يهمنا جدا تتويج الاهلي، واعتقد كل القائمين على على الكره في مصر يهمهم انه الاهلي ده انجاز مصر لمصر يا جماعه، قبل ما يكون للاهلي بس. لو قلت لحضرتك مثلا في حراسه المرمى مثلا، يعني احمد الشناوي وصبحي وجاد، معاهم مثلا عمر كمال عبد الواحد واحمد فتوح، معاهم ممكن علي جبر، باهر محمدي، نص الملعب عندي مهند لاشين، حمدي فتحي، محمد رضا بوبو، مصطفى فتحي، احمد سيد زيزو، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، محمد شريف. الاسماء اللي انا قلتها لحضرتك دي ما تشيلش اسم منتخب مصر في الماتشين بتوع اثيوبيا، وطبعا لسه والقائمه تطول، انا ممكن اقول اسماء تانية بس انا بقول يعني اللي جم على بالي دلوقتي، ما تشيلش منتخب مصر قدام اثيوبيا وتونس؟ ما بقول لك يعني هو في الاهلي مستهدف دلوقتي ان هو حاطينك في خانه ان انت بقى انت واخد بطولات كتيره، طب يعني كفايه بقى كده. فانت بيحاول بقى يفرملك علشان زي ما فرملك السنتين اللي فاتوا عن طريق الفار وعن طريق الحكام وعن طريق القرارات وضغوط المباريات، فبيحاول يفرملك بقى في الفتره اللي جايه ديت. اولها يعني ماتش السوبر اهو. انا يعني التسريبات ديت ارجو انها ما تكونش تسريبات حقيقيه او ما تكونش فيها مصداقيه، لانه الراجل هيبقى كده يعني هيبقى شكله امام الجماهير وخاصه جمهور النادي الاهلي وحتى المنصفين من جمهور نادي الزمالك اللي هم الناس اللي مش متعصبين. ايوه هيقول لك ازاي انت سبت لنا اللعيبه بتاعتنا في دور ال 64 وده ماتش سوبر. انت هنا بتسيب ليه وهنا بتتمسك ليه في ماتش تحصيل حاصل وماتش ودي؟ فطبعا كل الكلام ده لا الجمهور كله في مصر هيبقى راضي عنه، ومصداقيه الراجل دي هيبقى فيها عليها علامة استفهام المصداقيه بتاعته. ايوه يبقى انت راجل جاي. ده لو ما كانش حد بيحاول يلبسها لفيتوري يعني هو القرار ما ممكن طبعا. ممكن القرار يكون طالع من مثلا يعني ده سيناريو وارد، لان انا ما عنديش الحقيقه الكامله، ممكن يبقى قرار اتحاد بس الشماعه اللي بيعلقوا عليها قرار اسم لوي فيتوري. شوف هو يعني طالما ما فيش حاجه رسمي هنبقى احنا مع ان الراجل مش هيبقى عارف كويس قوي. الراجل يعني المفروض ان هو مدرب، ومدرب يعني كبير، عارف ان هو الجمهور لما يبقى مش في صفه دي حاجه مش كويسه، لانك انت الجمهور ده اللي بيأزرك في الماتشات الدوليه مش هتلاقيه، لانك انت كده بتفقده وبتفقد المصداقيه بتاعتك قدام الناس. وحتى اتحاد الكوره لو نفس القصه عملها قبل كده وبعدين بيحاول انه يمنعها دلوقتي، اعتقد انها
هتبقى المصداقية بتاعته هي أصلا عليها يعني علامات استفهام. فإذا كان الخبر كده يعني بيتسرب، طب أنا بقى يعني إذا كان هناك حازم إمام، طب وفين بركات وفين خالد الدرندالي؟ بركات مع المنتخب، يقول لك انا ماليش دعوه، المنتخب اولمبي، المنتخب الاول مسؤوليه حازم امام. لا هو عضو مجلس اداره. ايوه. وخالد الدرندالي المفروض ان هو نائب. لكن منتخب مصر الاول مش في نطاق صلاحيه بركات، ولا يعني ولا في تواصل اعتقد بينه، حتى بين في الاخر بينه وبين لوي فيتوريا. هو في الاخر عضو مجلس إدارة. شايف انه ممكن يكون ليه امال ايه دور. امال ايه هو القرار بيتاخد ازاي؟ بيتاخد مجلس لا إدارة. هنا اللي وصل يا كابتن عادل ان مش قرارنا، ده قرار فيتوريا. يعني المعلومه اللي ابتدت تطلع او ابتدت تتسرب، لانه انا امبارح وانا بقول البيان بتاع النادي الاهلي او تفاصيل الخطاب اللي ارسله النادي الاهلي اتحاد الكره، قلت كده على الهواء صراحه، قلت اكيد طبعا ما فيش شك، ما عنديش شك انه مسؤولين في اتحاد الكره هيوافقوا على انه ما فيش ما يمنع، يعني ما فيش اي سبب منطقي يمنع الاهلي منه يحتفظ بلعبته وهو رايح مباراه رسميه على مستوى القاره الافريقيه بيلعب مباراه بطوله هي مباراه سوبر، فما كانش عندي ادنى شك. لكن الكلام اللي ابتدى يطلع النهارده ابتديت احس لا، ده في الامور امور، وواضح كده انه لا، ده احنا موافقين والله، بس الخواجه هو اللي مش راضي، روي فيتوريا هو اللي متمسك. فممكن جدا تبقى الفكره انه اتصرفوا مع فيتوريا، قصه احنا كنا عايزين والله، بس ما هنعمل ايه، فيتوريا متمسك بوجود لعيبه النادي الاهلي. يعني زي ما انا قلت، عشان انا مش عايز اكرر كلامي، ان اعتقد انه المصداقيه بتاعه المدير الفني والمصداقيه بتاعه اتحاد الكوره، هو طبعا الاخ جمال علام طلع قال ان احنا ما عندناش مانع بس موافقه فيتوريا. طيب فيتوريا مش هيوافق، خلاص بقى شيل لما دي شيله كبيره عليه. يعني الحقيقه هيبقى فيه تصادم بينه وبين جماهير مصر كلها، لان جماهير مصر كلها الناس اللي هم بيشجعوا الكوره علشان بيحبوا بلدهم، عارفين ان النادي الاهلي في مهمه وطنيه صحيح. كبيره جدا صحيح. انت رايح تلعب في السعوديه مصر. السعوديه وانت بتلعب فريق جزائري، هتلاقي الجمهور مفيش تذكره، هتبقى يعني مفيش كرسي هيبقى فاضي، والجمهور ده بيشجع النادي الاهلي، فانت يعني تخرج اللعيبه من المعسكر ومن تركيزهم ومن الشغل بتاعك، وبعدين تديهمش الفتره اللي تخليهم يأدوا المباراة بكامل قوتهم وبكامل تركيزهم، أعتقد إن هي هتبقى عملية قاسية جدا. ويا سلام بقى يعني لو نسمع قريب إن الكلام ده كان تسريب، نتمنى ملوش أساس على عموم يعني. أعتقد إن إحنا في انتظار بس الرد الرسمي والنهائي، وكلام يمكن برضو واحدة معلومات إنه في محاولة إن يبقى في اجتماع يعقد بين مارسيل كولر وروي فيتوريا في محاولة يعني تقريب وجهات النظر، ونتمنى أن المحاولة تنجح. لكن مش هيمنع ده أنه، لأنه أنا بشوف أنه أصل المشكلة مش منتخب مصر والأهلي، مش روي فيتوريا ومش مارسيل كولر، أصل المشكلة أو السبب الحقيقي في المشكلة دي يا كابتن عادل هو الاتحاد الأفريقي، اللي موقفه أو مش موقفه، دي مواقف كتيرة جدا فيها أثبت أنه حينما يتعلق الأمر بالأندية المصرية أو المنتخبات المصرية فهو دايما يعني صاحب مبدا الكلب مكيالين. من اول البطوله اللي حضرتك كنت لسه بتتكلم عليها واللي ما قامش فيها الاتحاد الافريقي، بطوله كاس العالم اللي رحنا لعبناها في نفس توقيت بطوله امم افريقيا، وكان الاتحاد الافريقي ملوش اي دور فيها في تحديد مواعيد البطوله، مرورا بماتش طبعا الشهير جدا مباراه نهائي دوري الابطال اللي اتحددت في المغرب بعد تاهل الوداد من جوله واحده، مرورا حتى بنهائي الوداد مع الاهلي السنه اللي احنا فيها البطوله ال11 او النجمه ال11 اللي كان مفترض انه لعيبه الاهلي بعد نهايه دوري الابطال تلحق ببعثه منتخب مصر، وتحدد لمباراه مصر مع غينيا يوم 18 يعني بعد نهائي دوري الابطال بحوالي 3 ايام 72 ساعه. طبعا من حسن الحظ ان المباراه اتلعبت في المغرب والوداد هو اللي كان طرف مع النادي الاهلي، فبالتالي ما كانش فيه مشكله، لكن سان داونز لو كان تاهل لمباراه النهائيه كان يبقى فيه مشكله حقيقيه للاعيبه الاهلي والمنتخب مصر. قصه الاتحاد الافريقي ايه من وجهه نظرك؟ مواقفه اللي بتتكرر بشكل كبير جدا وبتوضح او بتعلن انه مش عايز اقول انحياز ضد الانديه المصريه، لكن في تخبط حقيقي في الاتحاد الافريقي، وتحديد ميعاد 15 سبتمبر
ميعاد غير يعني مناسب على الإطلاق، عندك أجندة دولية وعندك ارتباطات رسمية للمنتخبات. هذا شوف، احنا المسؤولين عن الكرة في المغرب بيشوفوا ورا فرقتهم ازاي ورا كل الفرق المغربية، حتى في كأس العالم، حتى في بطولة العالم للأندية لكرة القدم البنات، شفنا قد ايه الدعم اللي موجود من الاتحاد، كل الأندية المغربية وراها دعم كامل جدا. والمواعيد اللي حضرتك تفضلت فيها ديت ما بتحصلش الا مع النادي الاهلي، ما بتحصلش مع الفرق كلها، بتحصل معانا احنا بس. وبعدين انك بتلعب ماتش من دور واحد وبعدين تبقى الناس مكسوفه وهي بتسلم على الكابتن، ايوه الكابتن طالع احساس طبعا طبيعي يعني، الكادر ده مش ممكن يتنسي، الكادر ده المفروض ان احنا كل يوم نذيعه بصراحه يعني. الراجل بتاع الفيفا والراجل بتاع انفانتينو وموتسيكو الاثنين يعني حاسين انه واحد عمل حاجه جريمه، عمل جريمه. فطبعا الكابتن لما بيقول له انت يعني نوت فير يعني الكلام ده ما فيهوش عدل، وهم عارفين كويس قوي ان ما فيهوش عدل. طب ايه الضغوط اللي كانت عليكم بتخليكم تعملوا حاجه زي دي؟ وبعدين الحاجه دي بتتكرر، يبقى هناك يد ما احنا مش عارفينها ايه اللي بتعمله علشان المواعيد ديت. انت بتلاقي بتاخد ميعاد يوم 15، قبل كده كنت قلت هترحلها لاكتوبر، وبعدين رحت راجع تاني 15، اتقال انها تتلعب فعلا يعني من ضمن الحاجات اللي معروفه انها تتلعب قبل بطوله كاس العالم. ايه اللي قدمها كده؟ وبعد كده قدموها اكتوبر، وبعد كده قال لك لا 15 سبتمبر، وبعدين تعملها في ماتشات مع المنتخب، ماتشات المنتخب، وتلعب النادي الاهلي السوبر في السعوديه. يعني انت يعني لعيبه النادي الاهلي تروح فين؟ طيب يعني انت عملتها مره واثنين وثلاثه، طب وبعدين؟ يعني ما يعني الاهلي ما تعودناش من ان احنا الاهلي. بص يا كابتن عادل، على خلفيه النهائي الشهير اللي اتعمل بتاع كازابلانكا، الاهلي بعد البطوله دي طلب وخاطب الاتحاد الافريقي في عدد من المطالب، اعتقد انه تم الاستجابه منها حتى ولو بشكل جزئي. فكره انه طبيعه المنافسه في اوروبا، في افريقيا مش زي اوروبا، ما ينفعش نطبق النظام الاوروبي يعني في افريقيا، بعد المسافات، البنيه التحتيه، خطوط الطيران، تكلفه الاقامه، الكلام ده كله، جوائز البطولات الافريقيه، واعتقد الاتحاد الافريقي استجاب ليها. لكن فيما يتعلق باجندات ومواعيد مباريات، اعتقد هنا انه لازم يبقى في تدخل من الاتحاد المصري مع الاتحاد الافريقي، ولا مصر فقدت قدرتها على التاثير في الاتحاد الافريقي؟ انا طول عمري بسمع انه مصر ليها كلمه مسموعه داخل الاتحاد الافريقي، هل ده اصبح واقع مش موجود؟ في ايام معينه كان مصطفى كامل مراد اعتقد كان من الناس اللي شغاله وشغاله باحترافيه عاليه جدا. العمليه ديت انت تفضلت وقلت انه الكاف والمواعيد اللي هي مش مظبوطه اللي تتحط والاخره، طب وايه رايك ومفكر الجمهور الماتشات، الماتش اللي كان في كازابلانكا، الماتش بتاع جوميز، شفنا جوميز عمل ايه مع النادي الاهلي، وشفنا لعبتنا عاشت الرعب لمده يومين ما بتنامش. طيب البطوله الثانيه واللي احنا بفضل الله بفضل الله خدناه، طبعا هو كان بيعطلك في الماتش الاولاني في البطوله الاولانيه عشان ما تاخدهاش للمره الثالثه، فعمل كل حاجه، الجواب اللي استخبى والبهدله، الناس مش عارفه تخش الملعب، واللعيبه تخش ما تنامش يعني طول الليل وهكذا. طب الماتش البطوله اللي بعدها ايه اللي حصل؟ شفنا ماتش الوداد اللي كان موجود هنا، وشفنا الحكم عمل ايه، ضربتين جزاء وطرد ما اتحسبوش، الحكم الليبي. ايوه. طب وهناك الراجل الاثيوبي، الحكم الاثيوبي، شفنا عمل ايه، لدرجه ان يعني حسين الشحات مسكه ما طردوش. ليه؟ الهجمه هتيجي جول هنا وبيوقف اللعب علشان في واحد يعني بيدعي الاصابه في نص الملعب الثاني. وبعدين كم من الاخطاء القاتله، عمرو السولي على ال 18، الراجل يعني بيشيله كده زي المصارعه، ما بيحسبهاش فاول. فهو يجي لك من حيث المواعيد والتنظيم ما نجحتش، يوم جاي لك من ناحيه التحكيم بيحاول يكتفك بكل الطرق علشان. طب ايه المطلوب من المسؤولين عن اتحاد الكره المصري يا كابتن عادل؟ ما هو دي مهمتهم، الاهلي مش هيقدر يواجه اتحاد الكره الافريقي، دي مهمه اتحاد الكره المصري. وانت لما بتتكلم على، مش عايز بس اعمل مقارنات عشان ما اضايقش حد، لكن في دول النهارده بتقدر تحافظ على مصالحها وتدافع عن مصالحها في الاتحاد الافريقي وتفرض اجندتها كمان على الاتحاد الافريقي طبعا بمنتهى الوضوح والقوه من غير ما اسمي اسماء. بيبقى ليهم طبعا، بيبقى ليهم
بيبقى ليهم ناس بتدافع عنهم مفيش شك. فطبعا اي اتحاد جاي بدون انتخابات يعني لازم يبقى فيه انتخابات علشان اتحاد الكوره يبقى فيه جاي كده من الجدر من الناس اللي هي فعلا جاي علشان تخدم بلدها وتخدمها بصرف النظر عن لون الفانيلا، وبالعكس تقف مع كل فانيلا مع كل فريق بيلعب في اي بطوله حتى في الدوري المحلي. ما يبقاش فيه نوع من انواع المجامله او انواع من يعني انتوا هتقفوا قدام ربنا في يوم من الايام كل واحد فينا هيحاسب انت ليه ما اديتش حق الناس حتى في الرياضه دي. الرياضه المفروض انها صحيح ما فيهاش صحيح. المشاكل ديت يعني انا اتكلم معاك. انا والله يعني كنت حابب نتكلم اكتر، ما كنتش متوقع انه الازمه دي هتبقى يعني امبارح وانا بتكلم في الحلقه كنت متوقع الموضوع منتهي، لكن واضح انه الموضوع بيكبر والازمه بتكبر كل شويه. عايز اتكلم معاك شويه عن معسكر النمسا وعلى بدايه استعداد الاهلي للموسم الجديد. تعال نروح للتتش ونشوف زميلنا كريم احمد، يمكن تابعنا واحنا بنتكلم مع كابتن عادل لقطات من اخر تمرينه لينا في القاهره النهارده قبل سفر البعثه بكره للنمسا. نتعرف على اخر الاخبار من الزميل كريم احمد موجود في الاهلي في الجزيره. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، وكل التحيه للكابتن الكبير الكابتن عادل طيب. كريم خلينا نتكلم على التمرينه الاخيره النهارده قبل استعداد البعثه ان شاء الله، بعث نادي الاهلي سفر بكره للنمسا لبدايه المرحله الثانيه من الاعداد. عايز اعرف منك كمان موقف المصابين، حقيقه اصابه كابتن عمرو السوليه بالتمزق في الخلفيه، عرفت انه يمكن قبل هو هيخضع النهارده لفحص طبي ثاني. ملف المصابين عموما وحتى في ظل وجود برنامج تاهيلي ليهم، هل هيكونوا مع البعثه في النمسا ولا هيستمروا هنا في القاهره لمتابعه برنامجهم العلاجي؟ يعني نقدر نقول بقى مرحلة الجد الخاصة بالإعداد بدأت اليوم. يعني هقول النهاردة إن كان فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية، ويمكن دي أولى الفترات اللي يمكن بيأكد عليها مستر كولر إن ده البرنامج اللي هيكون خلال الفترة القادمة في النمسا. الراجل يمكن كولر بلغ لاعبي النادي الأهلي عقب انتهاء تدريب بالأمس إن هيكون في قياسات وفترة طبعا اختبار زي الكوبر تيست وأمور طبعا خاصة بالأمور طبعا البدنية والتأهيلية، عشان كده كمان يمكن كان في غلق إعلامي لتدريب فريق النادي الأهلي صباحا. لكن الساعة السادسة كالعادة طبعا يمكن مستر كولر اجتمع مع لاعبي النادي الاهلي، اكد على يمكن غدا ان شاء الله تكون هي الانطلاقة. التركيز مهم جدا في معسكر فريق النادي الاهلي، عايزين نستفيد من كل دقيقة في المعسكر من تدريبات من تركيز من مباراة ودية، امر مهم جدا. عشان كده ان شاء الله باذن الله بنتمنى وبنامل ان يكون في استفادة كبيرة جدا جدا من لاعبي النادي الاهلي ايضا كمان من خلال المباراة الودية، لان هي دي اللي هتساعدنا بشكل كبير جدا خلال الموسم. النادي الاهلي افتقد الحقيقة لفترات الاعداد في الموسم الحقيقة في المعسكرات او كده، يمكن اخر معسكر قلنا في اسبانيا، فان شاء الله باذن الله يكون معسكر مفيد لفريق النادي الاهلي. التدريب يمكن حتى هذه اللحظه شغال، لكن لو بتكلم طبعا على ملف المصابين النهارده الحقيقه اطمنا في البدايه على ياسر ابراهيم، شفناه بيشارك في التدريبات الجماعيه بيعلن جاهزيته ان شاء الله مع مرور الايام، وممكن بنقول في كل مره عندنا متسع من الوقت في النمسا، يمكن اللي عنده بعض الامور الخاصه بيه التاهيل هيبقى عنده وقت ان هو ياهل ويستعين بمستر كولر سواء في المباراه الاولى او المباراه الثانيه. خالد عبد الفتاح ايضا كمان مع امام عاشور بيواصلوا البرنامج التاهيلي. اكرم توفيق الحقيقه وكريم فؤاد بيأدوا اداء رائع جدا في تدريبات الكره، مدينا طمانينه بشكل كبير جدا. يعني في طبعا خوف كبير جدا على الاشتراكات والالتحامات، لكن الفتره دي الحمد لله ما فيهاش اي نوع من انواع الاشتراكات على قد ما يكون فيها بعض التدريبات والفقرات البدنيه وفقرات متنوعه بكره القدم. عمرو السوليه الحقيقه يمكن النهارده لم يشارك في التدريب كالعاده طبعا يمكن الاصابه، لكن باكد لك ان عمرو يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي في بعثه طبعا المتجهه غدا صباح الغد في تمام العاشره صباحا، هتتوجه بعثه النادي الاهلي الى النمسا. يمكن غدا هيكون مفيش تدريب، سفر مباشرة إلى النمسا. كل اللعيبة الحقيقة اللي عندها بعض النواقص في التأهيل هتكون مع المعسكر، لأن زي ما بنقول الوقت موجود، الوقت متسع معانا وقت كبير جدا خلال هذا المعسكر، لكن بطمنك الحمد لله البرنامج الطبي الموضوع لكل المصابين ماشيين عليه بشكل طيب جدا ومميز جدا. إن شاء الله بإذن الله زي ما بنقول تكون استفادة كبيرة جدا لفريق النادي الأهلي في معسكر النمسا. أشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم أحمد من ملعب مختار التتش. دي كانت اخبار تمرينه النهارده، والبعثه ان شاء الله زي ما قال كريم بكره 10 الصبح تتوجه للنمسا للمرحله الثانيه من البرنامج. ايه المطلوب من 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 مارسيل كولر في بدايه الموسم، وشايف ازاي اهميه مرحله التحضير والاستعداد، وخصوصا انه لاول مره من فتره طويله جدا يكون في معسكر اعداد خارجي؟ لاول مره من 10 سنين يمكن قريبا ناخد فتره، مش فاكر امتى بصراحه، بس انا فاكر من زمان قوي. من زمان ايام جوزيه ما فيش يعني كان جوزيه بيخلص وبعدين
بيسافر وبيبقى فيه 5-6 ماتشات يعني. ايوه. هو طبعا خدنا فتره راحه حوالي 20 يوم. مظبوط. المفروض بتبقى شهر. هو الراجل بيشتغل طبعا علمي جدا، وطبعا النادي بيوفر له كل الامكانيات وحتى الاجهزه اللي هو لاول مره تخش في يعني في العالم العربي او في الشرق الاوسط. الاجهزه اللي طلبها النادي الاهلي جابها له. وانا قلت مع حضرتك قبل كده الاجهزه دي جايه علشان المهارات الفرديه من اول حراسه المرمى للمهاجمين للتسلل للمدافعين للمهاجمين، كلها اجهزه حديثه والولاد اول مره بيشتغلوا عليها تقريبا في حياتهم. فدي كلها هتبقى دفعه مهمه جدا. الحاجه الثانيه القياسات اللي بتتعمل على اعلى مستوى من اول البصمه، من اول التغذيه، من اول العمل النفسي، من اول الجهاز الفني والتدعيمات من محللين الى جانب مدرب كان بيشتغل معاه وراجل خبراته عاليه جدا. كل الامور ديت بيقابلها يعني نوع من انواع الضغط على الراجل من خلال التسريبات اللي حضرتك تفضلت بيها. الراجل عايز يعيش حياه يعني عاديه اللي هم بيعيشوها في اوروبا، الحياه العاديه ما فيش منغصات لا من اتحاد ولا من نادي ولا من اي حته، مش مدينه فرصه انه يقعد مع لاعبته اسبوعين. ايوه. يعني انت رايح النمسا 10 ايام، ما انتش عايز تخليه اللعيبه تبقى معاه ال 10 ايام دول. انت بقالك يومين بتعمل قياسات ويا دوبك اتمرنت النهارده، بعدين بتسافر بكره، وبعدين انت عندك ماتش ودي يوم اثنين، واعتقد ماتش ثاني يوم هم ماتشين هيتلعبوا في فتره المنصر. يوم اعتقد ماتش اثنين وماتش اظن 5 أو 6 تقريبا يعني. فانت بتخلي المدير الفني يبقى قاعد على اعصابه، يعني انا عايز اللعيبه تبقى قدام عينيا علشان انا بديهم الاخوه في اتحاد الكوره نتيجه ان انا بحط الراجل المناسب في يعني في المكان اللي غير مناسب. انا الراجل ده لازم الناس دي اللي بتشتغل في اتحاد الكوره لازم تبقى فاهمه ان الراجل ده لما يبقى اللعيبه معاه عارف يعني ايه، هو بيديهم ايه الاحمال اللي هو بياخدوها في الفتره دي. في منتهى الاهميه لمنتخب مصر ان لعيبه النادي الاهلي تبقى عامله فتره اعداد جيده هتفيدك انت الماتشين اللي جايين دول اللي هم تحصيل حاصل. النادي الاهلي لما يبقى عامل فتره اعداد جيده، فتره اعداد ممتازه، ايه اللي هيحصل؟ هيفيدك بعد كده في كل الماتشات الرسميه القويه اللي انت هتبقى محتاجها. انت كده بتضر نفسك وبتضر النادي الاهلي. ان شاء الله مش هتضر النادي الاهلي، لان النادي الاهلي لما راح كاس عالم من الانديه وهو ناقص. انا فاهم ده، بس انا بتكلم على حق مشروع. وانا حق المشروع انا سالت امبارح كابتن عادل برضو، وده سؤال مهم لازم نطرحه يعني. فلنفترض انه فيتوريا وافق على في النهايه حلت الازمه اللي ملهاش لازمه دي، والراجل قال لك طب والله خلاص انا هسيب لعيبه الاهلي اللي كنت هضمهم للمنتخب، خلاص هسيبهم مع النادي الاهلي. طب ما انت عندك لعيبه تانية دوليه في فرق، يعني انت ممكن تروح تلعب ماتش اتحاد العاصمه ده من غير معلول، من غير ديانج، من غير كريستو، من غير بيرسي تاو، من غير رضا سليق، يعني مش دي كلها لعيبه دوليه ممكن الاهلي يبقى داخل على مباراه بطوله لقب وكاس سوبر محروم من مشاركه اللعيبه دي اللي ممكن يكون واحد منهم عنصر مؤثر وحسم في لقاء زي لقاء اتحاد العاصمه. وده اللي قاله كابتن الخطيب في الحفله، قال داخل على موسم صعب جدا. هو متوقع طبعا ان الموجة هتبقى عالية جدا. انت واخد 5 بطولات في سنة، مين فرقة عاملها؟ ريال مدريد عملها ولا برشلونة ولا المان سيتي عملها؟ واخد 5 بطولات، فالجاي صعب جدا. صعب جدا ليه؟ لان هتاخد بقى من البداية يعني على طول مواعيد، هتخش على الدوري هتبص تلاقي بيلعبك كل 48 ساعة ماتش، هتلاقي تحكيم، هتلاقي الفار، هتلاقي الشركه اللي واخده الحصري بتاع الدوري. أيوة. هي الحصري بتاع المنافس، هي اللي واخده الدعم او اللي بيسموه ايه اللي بتدي الرعايه اسف. أيوة. واخده الرعايه بتاعت نادي الزمالك، وهي اللي واخده الرعايه بتاعت الدوري. حاجه غريبه جدا يعني انا برضو مش داخله دماغي ولا داخله دماغ اي حد يعني. فطبعا هتبقى يعني ليه مش داخله دماغك يا كابتن عادل؟ يعني ما هو هتقول ايه؟ ما انت شايف بقى كل حاجه غلط احنا بنمشي فيها. يعني انت بتشوف، انا والله شفت في كاس العالم، مش كل حاجه بتدخل الدماغ يا كابتن عادل. انا شفت في كاس العالم للبنات او الانسات التصوير، التحكيم لفت نظري، ما فيش غلطه، بدور على غلطه،
الحكم حاجة، الجسم، الرشاقة، الشخصية، الحضور، التعامل، اللباقة، الذوق، الأدب في التعامل، ما فيش غلطة. وبعدين الفار، احنا جبنا خبراء اجانب اهو، مره كلاتنبرج ومره بيريرا، مين اللي جابهم يا احمد؟ بس وجبنا الفار مين اللي وزودنا البدلات الحكام في الماتش، هو النادي في الماتش 10,000 جنيه، يعني ظبطنا الدنيا. هنعمل ايه تاني اكتر من كده يا كابتن عادل؟ انت جبت كلاتنبرج اول ما الراجل اللي ابتدى يشتغل صح، الراجل اللي هو عمله اتعمل في كاس العالم، الحكمه او اتعمل في حصة يعني حتى كاس العالم الرجال برضه، الحكمه بتروح للفار وبعدين بتروح واقف على الخط، بتقول لك شرح للجمهور كله يسمع ان الفار بيقول ان دي بنالتي او ان دي اوفسايد، او ده قمه الشفافيه وقمه العدل. فانت جايب الراجل بيريرا، وبعدين انت مين اللي جايبه؟ ما اللي جايبه هو اللي جايب كلاتنبرج ومشاه، وبرده اللي جايبه هو اللي جاب فيريرا، واللي جايبه هو كان مصر وقفت على فرد هو اللي بيعمل كل حاجه في الكوره، والفرد ده يعني لا يخجل ان هو يقول ان انا انتمائي لكذا. انتمائك لبلدك اول، انت مفروض انتمائي يبقى لبلدي، انت ما انتش انتمائك لنادي. انت متوقع ايه النقله اللي ممكن تحصل السنه دي في بطوله الدوري؟ يعني تطلعاتك ايه؟ احلامك ايه؟ ايه اللي نفسك تشوفه في بطوله هتبدا موسم جديد كمان ايام؟ شوف، كل الحروب وكل المناغصات اللي اتعودنا عليها خلاص، لانك انت لما عامل زي الدكتور اللي بيشتغل في حي شعبي فبيجي له كل يوم مشاكل كتيره جدا. ايوه، المشاكل الكتيره جدا ديت بتخليه دكتور على اعلى مستوى، لانه على طول بيجي لك حالات صعبه جدا، في ممارسه، في خبرات بتتراكم كده. في النادي الاهلي كده بقى، يروح كاس عالم من غير لعيبه، يروح بطوله يلعب بدل ماتشين يلعب ماتش واحد، حكم طاقم حكام على طول ضدك باستمرار، الفار ما بيشوفش، حتى الراجل اللي بيصور المخرج ما بيعيدش الالعاب اللي بتاعت النادي الاهلي. يعني تحس انك انت يعني بتتحارب حرب شعواء، ومع ذلك بفضل الله بفضل الله بفضل الله ثم بجهد الناس وبجهد واخلاص وحب الناس ودعاء الناس ان النادي الاهلي دايما يبقى في المقدمه، وشغل اداره وشغل جهاز فني وشغل لعيبه، ده اللي بيدفعك انك انت تتغلب على كل الصعاب ديت، وبعدين بتاخد البطولات ديت من فم الاسد زي ما بيقولوا. ايوه، اتفضل. عوده الجماهير للمدرجات، تتوقع انه المطلب ده يلقى استجابه؟ ومن وجهه نظر حضرتك، هل القصه ليها بعد اقتصادي بس؟ يعني هل لما الاهلي يطلب فتح المدرجات للجمهور مره ثانيه هو هدفه منها فكره الماده، ولا نظره رايح لابعد من كده؟ نظره ابعد، يعني دي اولا ده نوع من انواع الاستقرار الامني في البلد. انا لما اكون انا مستثمر او سائح وافتح التلفزيون على الدوري المصري والاقي الملعب كله مليان، يحصل ايه؟ يعني على طول يجي لي شعور ان انا البلد دي بلد مستقرة وفيها أمن وفيها أمان، وبدليل إن فيه 70-80 ألف قاعدين في المدرج، مفيش غلطة. ده بيديني أنا كمستثمر، سيبك من الكورة، ما بنتكلمش كورة بقى دلوقتي، بنتكلم كنوع من جذب السياحة، إلى جانب حاجات كتيرة بقى. أيوه، الدعم المادي اللي بيخش للنادي، الدعم الفني اللي اللعيبة بترتقي. اللعيبة لما بتلعب قدام 70-80 ألف إيه اللي بيحصل؟ كل لعيب بيحاول ان هو يطلع اقصى ما عنده وافضل ما عنده، فاللعبه بتتطور. البلاد اللي حوالينا، اذا كان العراق ولا هنا ولا هنا ولا هنا، كلهم عندهم مشاكل، ومع ذلك المدرجات كلها مليانه. في السعوديه ما في مشاكل، ولا مع ذلك الجماهير، انت بتتفرج على الدوري السعودي ما فيش كرسي فاضي. فطبعا احنا بنتمنى ان، لان احنا طبعا عندنا امن والامان بفضل الله، المدرج يرجع يبقى مليان. ده هيبقى فيه نوع من انواع الفايده للبلد كلها، وثم الفايده للرياضه، وكلنا هنبقى عايشين في جو فيه نوع من الاستقرار، وبعدين كل المستويات مفيش حد بينضر. أيوه، من اول الامن. انا بيتهيألي بكل مشكلاته، بتكلم على الدوري المصري بكل مشكلاته، عوده الجماهير مره تانية للمدرجات هتنقل المسابقه دي
نقلة نوعية. احنا شفنا السعودية الدوري بتاعها وصل لفين، واعتقد انا قبل ما نخش على الهواء يعني قريت ان محمد صلاح اعتقد بيخلصوا معاه اتحاد جدة، او قالوا في القناة الرسمية عندهم. يبقى مع الأسف مع الندم بصراحة. يعني طبعا هو صاحب قراره ومحدش يقدر يجبره على حاجة، بس يعني هو صلاح صنع باسمه أسطورة كبيرة جدا. كنت أتمنى أنا شخصيا يعني أتمنى أنه يفضل في ليفربول، لكن الأنباء بتقول أنه الكفة النهاردة بتميل في صالح اتحاد جدة، وأنه ممكن يكون ماتشه النهاردة، بالمناسبة ليفربول خسران دلوقتي 1-0، ممكن ماتشهم النهاردة مع نيوكاسل يكون مباراة صلاح الأخيرة مع ليفربول، احتمال يعني. لأنه كانوا عارضين مبلغ على طول حطوا الضعف بتاعه. آخر حاجة وصلت لي 300 مليون. 120 ليفربول، 180 صلاح في موسمين. وده أعلى رقم في تاريخ أي لاعب في العالم. وهم طبعا يعني كان صلاح النهاردة 31 سنة، مش ممكن أبدا، أنا بتكلم من ناحية ليفربول، صلاح مش ممكن أبدا يجي له عرض اكبر من ده. طبعا سنه دلوقتي ولا ليفربول هيجي له عرض ده. ما انا بتكلم على ليفربول. ليفربول لو فكر يبيع صلاح في اي يوم من الايام مش ممكن يجي له رقم قريب من الرقم ده، فبالتالي ممكن ده يكون عامل حسمه في الصفقه، وخصوصا انه في كلام انه صلاح كمان ابدا موافقه. يعني عايزين نغير بس شويه ان الدوري السعودي شفناه وصل لفين، كل نجوم العالم بيلعبوا فيه. شفت الملاعب عامله ازاي، شفت الجماهير، التصوير، الامن، الحكام، تحس ان هو تفوق على الدوري الاوروبي. يعني كل حاجه جميله موجوده، الجماهير، كل حاجه، المدربين على اعلى مستوى، تصوير على اعلى مستوى. مع وجود الاسماء دي يقدر الدوري المصري ينافس؟ اصل في ناس بتقارن، يعني وان كانت المقارنه لا تجوز في النهايه، وانا قلت تجربه السعوديه ما تقدرش تحكم عليها لا السنه دي ولا السنه اللي بعدها، اتمنى انها تنجح. ما يعني ما اتمنى لهمش ابدا ان هم ما ينجحوش، اتمنى ان هم ينجحوا طبعا، دي نقله للكره العربيه بشكل كبير، لكن هل تجوز المقارنه من وجهه نظرك؟ لا طبعا، لاسباب اولا هناك الدوري انديه جماهيريه. يعني امبارح مثلا الهلال بيلعب الفتح، الجمهور متوزع ما بين الفتح والهلال. ايوه. النصر والاتحاد هتلاقي المدرج كله مليان جمهور من هنا ومن هنا، الاتفاق والشباب الجمهور مال المدرجات. احنا عندنا اربع أندية أو الخمس أندية جماهيرية والباقي شركات. نقارن إزاي؟ العملية ما هياش عاطفة. إحنا بنحب بلدنا قوي، ونحب بلدنا زي ما هي مذكورة في القرآن خمس مرات. خلينا نحط السؤال بشكل مختلف، نقدر ننافس دوري زي الدوري السعودي حتى مع وجود الأسماء دي؟ لا لسه، عايز أولا من امبارح، مش من بكرة، من امبارح نبقى واخدين قرارات، يبقى في اتحاد قوي، في قرارات قوية. وقلت قبل كده معاك، وقلت في اماكن اخرى، النادي المؤسسي، البنك او شركه او الى اخره، بياخد نادي جماهيري ويشتريه ويقوم بالدور، يعني يحصل عمليات اندماج. ايوه. ويبتدي يشتغل، انا شركه او بنك اخد مثلا نادي جماهيري، اخد طنطا، اخد اسوان، اخد دمنهور، اخد المنصوره. أيوه. اخد دمنهور، اخد الانديه الشعبيه، المنيا. المنيا كان في الدوري الممتاز على طول طبعا، وطلع نجوم كتير لمنتخب انا بدل مصر. ما بقى يبقى ده دوري جماهيري. أيوة. ما ينفعش الكره اتعملت مش عشان المدرجات تبقى فاضيه. الكره اتعملت علشان الشعوب تستمتع، بدل ما تروح تقعد على القهوه ولا بتاع، لا بتروح بتاخد زوجتك واولادك، فرجوا بيشجعوا فرقتهم، كسبانين خسرانين بنشجعهم، لان احنا بنحبهم وبنحب بلدنا، وانتمائنا اولا واخيرا لبلدنا، ثم بشج انتمائي بعد كده بيبقى للنادي بتاعي. مظبوط. فاذا ما كانش عندي انتماء لبلدي، هيبقى عندي انتماء للنادي ازاي؟ لابد ان يبقى ليا انتماء لبلد الاول، ثم انتمائي بعد كده بينزل لدرجه ان انا ببقى انتماء للنادي. فطبعا كل الامور ديت، العاطفه، طبعا احنا عايزين الدوري بتاعنا يبقى احسن دوري في العالم، لكن هل احنا بدأنا تعبنا عشان نعمل الحاجه دي؟ هم بيتعبوا. بقول لك يا احمد، انا اشتغلت في السعوديه في السبعينات، واشتغلت برضو جزء في الثمانينات مع نادي الاتفاق. في السبعينات كان مع المنتخب السعودي، كان عندنا الملعب كان رمل من النادي الهلال والشباب والنصر، اللي عندهم الملاعب الجامده دي قوي. كان الملاعب رمله، ثم بعد سنتين عملوا ملعب نجيله، كنا بنتمرن بالجدول. دوره دوره ده، يعني مفيش يعني مفيش بنيه تحتيه تقصد. يعني انت يوم السبت تتمرن الساعه 3، اللي بعديه 5 الساعه 5، بعديه الساعه 7، والانديه اللي 3 اللي موجودين في الرياض، كل ملعب ترتاح يتبادلوا على ملعب واحد، على ملعب كان اسمه واحد. ملعب الملز.
سنة 88 لقيت كل نادي في المملكة عنده 20 لعبة كلها رعاية الشباب مديينها له على المفتاح، بما فيها الاستراحة، المطعم، الملعب الكورة. وما اكتفاش بكده، يدي لك ملعب كورة مضاء والاستاد وكل حاجة. يجي مثلا في الطائف اللي النادي الاهلي لو هيلعب فيها سوبر افريقيا، استاد بقى خاص للماتشات، جده، الرياض، استاد كامل للماتشات، الى جانب ان هو عامل لك بقى ايه استراحه، عامل لك المسجد، عامل لك المطعم، حمامات السباحه، التنس، كل الالعاب مديها لك مكيفه. بس احنا بيتهيألي يا كابتن عادل احنا على مستوى البنيه التحتيه في مصر بقى في طفره. ما احنا برضو لما نقارن ملاعبنا النهارده بالسبعينات والثمانينات عندنا ما تزعلنيش. ليه يا كابتن عادل؟ ده انا فاكر باستثناء استاد القاهره وشويه يعني استاد اسكندريه لما يبقى ماسك نفسه، ما كانش عندنا ملاعب كوره في مصر. الاهلي لما كان بيروح يلعب في ما حدش يزعل اقسم بالله، يعني انا مش قصدي حاجه وحشه، بس احنا لما كنا نروح نلعب في بلديه المحله، ولا نروح نلعب في غزل المحله، ولا نروح نلعب في المنصوره، ولا ده انا فاكر في ملعب كان عندنا في مصر بتاع جمهوريه شبين، الاهلي مره خلص الدوري في ملعب جمهوريه شبين. ده ملعب يعني ما كانش ممكن ابدا يصلح لممارسه كره القدم. فلما اجي اقارن الملاعب بتاعت مصر في السبعينات والثمانينات برضو بملاعبنا النهارده، لا في ده في نقله نوعيه حصلت عندنا في الطفره. اشمعنى جمهوريه شبين يعني؟ لا اصل انا فاكر ملعب والسويس ملعب السويس ده. جمهوريه شبين انا كنت ماسكهم. ما انا عارف، بس انت فاكر ملعب جمهوريه شبين كان عامل ازاي؟ الاستاد بتاعهم الاستاد بتاعهم طبعا في وجود السيادة المستشار عادل حسين كان محافظ وراجل اهلاوي وعضو في النادي الاهلي. احنا كسبنا الزمالك كان مع الكابتن جوهري في الماتش ده ادى الدوري للاهلي. يعني جمهوريه شبين ده كان المحافظ. انا فاكر جمهوريه شبين على ملعبه كانت فرقه صعبه جدا. عصام شعبان اللي ماسكهم دلوقتي كان هداف الدوري عندنا. اللي انا اقصده انت بتتفرج على الدوري الاسباني بتلاقي نادي درجه ثالثه. مش ببالغ والله، الاستاد بتاعه استاد زي ريال مدريد وزي برشلونه. شوف كده الدوري في الدرجه الثالثه وفي الدرجه الثانيه، انديه درجه ثانيه ودرجه ثالثه الامكانيات بتاعتهم عاليه جدا. بس انا عايز كل الانديه اخر يعني. مشكلتنا كابتن عادل الملاعب، يعني انا بيتهيألي انه لما تيجي تحط في ترتيب الاولويات الحاجات اللي محتاجه تشخيص ودواء عاجل وشته علاج بسرعه، انا ممكن اكلمك في مليون حاجه. اولهم عوده الجماهير، تانيهم ممكن يكون التحكيم ومعاه الفار، ثالثهم ممكن يكون اجنده المسابقات ومواعيد وجداول المباريات. يعني عندنا قبل ما نتكلم في البنيه التحتيه لسته مشاكل ممكن جدا السنه دي نلاقي لها حلول. شوف يا احمد، النادي الاهلي بعتني المانيا مع فرق وبعتني لوحدي كذا مره لالمانيا. انت بتروح القريه دي الفندق، وبعدين تبص من الفندق تلاقي 8 ملاعب مفتوحين على بعض للناس متخططين وبالشبك للقريه. شوف انت الناس دول احنا كنا سابقينهم بقد ايه؟ يعني اسبانيا اللي انا بقول لك نادي درجه ثالثه ونادي درجه ثانيه وعنده الامكانيات ديت، احنا الاسبان مش كنا 1000 سنه في اسبانيا وفي الاندلس؟ احنا اللي علمنا الناس ديت. فانا بنقول كلمه حق، اللي عايز يزعل يزعل، انما انا مفروض ان انا نادي الزمالك يبقى ليه استاد، الاهلي ليه استاد، وان شاء الله الاهلي هيبقى ليه استاد ان شاء الله باذن الله، كل الانديه يبقى ليها استاد محترم. احنا ما نقلش عن الناس دي، لولا القوات المسلحه والاستادات اللي هي عاملاها انت ما عندكش بنيه تحتيه. انت عندك الاستاد، عندك استاد اسكندريه وايه تاني، واستاد القاهره وايه تاني، برج العرب. طيب هل في انديه عندها استادات؟ مفيش. كل نادي لازم يبقى ليه استاد، وده ألف به علشان تعمل كوره. وبعدين عندك اراضي يعني هقول لك ايه، اراضي كتيره جدا. اعمل لو انت عايز تاخد قرارات خلي الشباب يلعب كره قدم، لانك انت البرازيل هقول لك ثروتها معظمها من لعيبه الكوره اللي هم بيصدروها للعالم كله. فانا من ضمن القرارات اللي انت قلتها ومن الحاجات الجميله اللي انت قلتها، المفروض بقى الحاجات اللي زي دي ان انا علشان الولد يلعب كوره لازم يبقى فيه ملعب وملعب محترم. وبعدين اعمل قوانين للاشبال، قوانين الاكاديميات، الاكاديميه ما تبقاش تبقى اكاديميات منظمه وبتاخد المهارات اللي انت اديك بتشوف برشلونه
بيلعب ولد عنده 16 سنه من اكاديميه. أيوة طبعا طبعا 16 سنه من اكاديميه طبعًا. عنده فالاكاديميات برضو بيبقى فيها نوع هنا ترفيهي وهنا يبقى فيه اكاديميه للمواهب العاليه اللي انا بوصلها ان الولد ب 16 سنه يلعب مع برشلونه. بس انا هقول لك حاجه كابتن عادل، يعني الواقع اللي انت حضرتك بتحكيه ده يعني انا متفق معاه تماما، وفي جزء كبير جدا انا عشته يعني ما تحكليش شفته. بس حتى في ظل الامكانيات الضعيفه دي، وده بقى رهاني يعني انه في يوم من الايام يجي حد يمسك المنظومه او يدير المنظومه دي بشكل مختلف، مع كامل احترامي وتقديري لكل الاسماء اللي تولت المسؤوليه، منهم ناس نجحت، منهم ناس اخفقت، منهم ناس اجتهدت، منهم ناس جت تبحث عن مصالح خاصه. لكن انا مؤمن تماما انه في كل الظروف الصعبه دي الارض دي والمواهب اللي موجوده عليها كتير جدا. في ظل ضعف الامكانيات اللي انت كنت لسه بتحكي لي عليه، والمهام الشاقه اللي الناس بتعيشها على مستوى الاسره وعلى مستوى الموهبه اللي ممكن يبقاش عندها منفذ انها تقدم نفسها طول عمر مصر ولاد، وطول عمر مصر يعني مش الاشقاء في السعوديه النهارده عندهم رونالدو وعندهم بنزيما وعندهم هيجيبوا ابو صلاح وكانتي وفابيني وفيرميني وجابوا لنا كوكب من كل حته على الكوكب. لكن انا ما شفتش يعني لاعب سعودي نجح مثلا في اوروبا زي اي قصه نجاح لاعب مصري، كان زيدان ولا كان صلاح ولا كان هاني رمزي ولا كان حسام غالي وغيرهم كتير، يعني ولا احمد حسام ميدو حتى كلاعب يعني برضو قصه نجاح. ما شفتش لعيبه كبيره ظهرت زي محمود الخطيب وزي حسن شحاته وزي تريكا وزي وليد صلاح الدين. يعني اقصد اقول انه القماشه نفسها موجوده، بس محتاج اللي يوفر لها البيئه والمناخ اللي تقدر هو افضل تاخد الكره وتطلع لقدام. افضل اثنين لعيبه في تاريخ العالم جايين منين؟ ارجنتين. ارجنتين مارادونا وميسي، وحط بيلي برضو عشان بيتقال عليه اسطوره. انا اقصد ان اثنين من بلد واحد. من بلد واحد وبعدين برضو في العصر الحديث بتاعنا مارادونا وميسي لحد النهارده ميسي بيلعب. صح. الاثنين جايين. الارجنتين بلد فقيره. صحيح. ما عندهاش امكانيات المانيا ولا عندها امكانيات فرنسا ولا أخ. فكلامك سليم مليون في المية. محتاج على الشغل على المدى القصير ان انا يبقى فيه ايجابيات، حاجات معينة اعملها، منها مثلا التحكيم، الملاعب، الشركات اللي بتاخد اندية شعبية، اتحاد كورة جاي قوي بيخدم، جاي يخدم بلده مش جاي يخدم حد معين. الاستادات تبتدي كل نادي في المحافظة، المحافظ يدي دعم علشان يبني استاد لكل نادي. معلش يا كابتن عادل، برضو حك اكتر مني خبره واكتر مني انغماسا في المنظوم. كل الاسماء اللي تولت رئاسه اتحاد الكوره المصري من ساعه ما ابتديت افهم يعني ايه كوره واحب كوره واتابع ماتشات كوره، كل الاسماء اللي جت كلهم بيشتغلوا بنفس المنظوم. تحس انه هي وجوه واسماء بتتغير، لكن طريقه العمل، الفكر، الرؤيه، التخطيط، تحديد الاهداف، كله شبه بعضه. من ايام كابتن جوهري في كاس عالم 90 لغايه اللحظه اللي حضرتك قاعد معايا فيها دلوقتي، انا ما حسيتش انه في فتره من الفترات حصلت طفره على مستوى الاداره والتخطيط في كره القدم في مصر. هي كانت مره واحده لما رحنا كاس عالم 90. مش اظن كان في اتحاد كوره قدر الكابتن جوهري لعب اظن 30 ماتش دولي قبل ما نروح كاس العالم. أيوه. مش فاكر كان مين اللي كان اظن برضو حاجه مش فاكر مين اللي كان في المسؤوليه ساعتها بصراحه، يعني مش متذكر. انما زي ما انت بتقول فعلا من سنه 90 هو بتلاقي انا بقاتل عشان اجي اقعد على الكرسي ده. ليه؟ يعني انا هموت نفسي عشان اجي اقعد على الكرسي ده. انت جاي الكرسي ده المفروض ان هو تطوعي، يعني انا جاي ما فيش اي استفاده منه، وبالتالي ابقى جاي عن طريق. هو في كرسي ما فيش استفاده منه يا كابتن عادل؟ انا ما عنديش مانع ان يبقى فيه استفاده، يا اخي استفيد واستفيد يعني. ربنا خلق يعني ربنا خلق الحلال والحرام. ايوه. اذا انت عايز الحرام اهلا وسهلا. اذا انا الكرسي بتاعي انا جاي علشان افيد بلدي، انا ليا شغلي. بشتغل ليا شغلي، ولكن في الاوقات المعينه. وبعدين انا ما بشتغلش، عضو مجلس الاداره ده بيحط سياسه بيجيب ناس تنفذ. انا كعضو اتحاد كوره مش انا اللي بشرف وانا اللي بعمل. انت ازاي تبقى او انت اللي تحاسب نفسك؟ يعني محمد بركات ماسك المنتخب الاولمبي. ايوه.
طب هو لا يحاسب نفسه لما المنتخب الاولمبي يفشل؟ ازاي تيجي ازاي دي؟ انا مش فاهمها والله، عايز افهمها يعني. هو يرد عليا او اي حد بيتولى الحته ديت، انا مفروض ان انا بعمل زي النادي الاهلي. النادي الاهلي بيعمل ايه؟ مجلس الاداره بينفذ ولا بيجيب ناس تنفذ؟ بيجيب ناس تنفذ، ناس تخطيط، لجنه شركه كوره، لجنه تعاقدات، قطاع ناشئين، قطاع نشاط رياضي. انت مفروض كمجلس اداره اتحاد كوره، انا بجيب شخصيات كبيره، الشخصيات الكبيره ديت ليها وزنها، بتفكر يعني ايه وطنيه ويعني ايه مصر، واسم مصر دايما في المقدمه، وبعدين بجيب ناس فنيين يديروا. هو كابتن جوري في فتره لما جه ومسك اعتقد فتره كده اتحارب حرب رهيبه جدا لحد ما استقال الله يرحمه ومشي. الله يرحمه. ومين اللي كان بيحاربه؟ يعني اثنين من ولاده او كم واحد من ولاده. فانا يعني زي ما انت بتقول، ما ينفعش ابدا ان انا كعضو مجلس اداره ابقى بدير. بدير ازاي؟ لا، تبقى هي العمليه بتضحكوا على الناس. انت بتضحك على الناس ليه كده؟ ما تضحكش على الناس، لان الناس بتشوف اوروبا فيها ايه. في حاجه اسمها مدير رياضي في الاتحاد، فين المدير الرياضي اللي في الاتحاد؟ مفيش. وحتى لما كان فيها كابتن عادل، هو يعني ده احنا بس مش عايز ارجع لمسلسلات بقى، يعني هو فينجادا مثلا لما كان مدير فني الاتحاد، ايه 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 نوع ال 8 شهور ما حدش بيحاسبه؟ وايه نوع الاضافه اللي عملها ولا عمل حاجه مستر فينجادا مثلا؟ ولا عمل حاجه. عايز ارجع تاني للموسم، بس قبل ما ارجع للموسم، بما ان احنا جبنا سيره السعوديه، رايك ايه، مع ولا ضد؟ وشايف ايه؟ طبعا هو قرار صلاح في النهايه، لكن انت احساسك ايه لو صلاح انتقل فعلا لاتحاد جده، او رايك ايه في القصه دي؟ شوف، العاطفه، بقول العاطفه والحب البلدي ان محمد صلاح يكمل ليفربول طبعا. انما العقل بيقول لا. العقل بيقول لا، هيروح في نادي الاتحاد، نادي كبير. وبعدين وصل 29 سنه اعتقد محمد، 31 الرقم اللي هو هيجي بفضل الله هيجي له، هيبقى خير لبلدنا، خير لبلده، لمصر كلها، ثم خير لاهله وبلده. تنتهي بقى شعبيه ليفربول في مصر. الناس كانت بتشجع ليفربول عشان خاطر صلاح. هتشوف محمد صلاح في الاتحاد. في الاتحاد، صحيح. الناس دول برضه بيخططوا. ايوه. هتبص تلاقي العالم كله بيتفرج على الدوري. لو الاهلي واجه اتحاد جده، شايف اتحاد جده ممكن يبقى مواجه للاهلي في كاس العالم. تكلم على نقله في، هو طبعا بطل الدوري السعودي. عنده نجوم كبار حتى من قبل الصفقات المدويه اللي عملها. بتكلم على انجولو كانتي، كريم بنزيما، فابينيو، ولو حصل طبعا ابو صلاح. شايف ازاي مواجهه بين الاهلي واتحاد جده لو اتقابلوا في كاس العالم؟ قبل ماتش ريال مدريد كنت مع كابتن اسلام، وكان معانا محمد حشيش، فبيقولوا لي ايه رايك؟ كان ليله الماتش. فانا بقول ان الاهلي بكره ان شاء الله مع ريال مدريد، انا متوقع ان هو هيأدي اداء رائع جدا. فمحمد ساعتها قال لي يا كابتن عايزين نبقى واقعيين، يعني كابتن حشيش عايزين نبقى واقعيين. الكرة ما فيهاش حتة أو الحياة عموما. إذا أنا بأدي عمل وبأتقنه ومتواضع، ربنا هيدين. إحنا في الماتش ده الشوط الأولاني أنت مضيع 3-4 انفرادات، حسين الشحات وشرق ومحمد شريفة والآخر. وبعدين الشوط الثاني 2-1 وكرة الأفشع في السكس ياردة، كان الماتش يبقى تعادل. صحيح. بتلعب ريال مدريد، كان في بقى ريال مدريد كان في مين؟ كل العباقره وكل النجوم، فينيسيوس جونيور بقى ورودريجو وبنزيما. رد على سؤالك اتحاد، هتلاقي الاهلي وهو بيلعب الاتحاد في السعوديه الجمهور كله اهلي. صحيح ان شاء الله. يعني خلينا نقول دلوقتي خبر يعني حصري، انه الاهلي يوافق على اعاره اللاعب احمد قندوسي الى سيراميكا كليوباترا لمده عام. اتقفل ملف احمد قندوسي، واحد من المواهب الحقيقه اللي يمكن يعني ما خدش المساحه الكافيه انه يعبر عن امكانياته في الموسم الاخير. نتمنى ان شاء الله التوفيق ليه، ويرجع الاهلي ان شاء الله باذن الله يكون يعني في احسن مستوياته. وده يمكن يكون فتح باب المهاجم. رايك في القندوسي وقصه اعارته لسيراميكا كابتن عادل؟ انا الراجل ده عجبني جدا تفكيره بصراحه. الراجل ده من افضل المدربين. كولر من افضل المدربين جم في تاريخ النادي، كلهم عظام. بس الراجل ده في فتره قليله جدا قدر ان هو يعرف طبيعه اللاعب المصري،
وبيشتغل علمي علمي علمي، افضل اقول علمي كده تحتيها مليون خط. ودي اكتر حاجه عجبك فيه؟ لان العلم ربنا امر بالعلم. يعني العلم لو في الصين تروح للصين علشان صحيح. علشان تتعلم. صحيح. فالراجل بيشتغل علمي من يوم ما نزل في الارض الاستاد تيتش بيشتغل علمي، وبعدين راجل محبوب والناس بتخشاه. صحيح. دي معادله صعبه. نتمنى له التوفيق ان شاء الله، واعاره قندوسي ممكن تكون التمهيد لاسم وصفقه، الاعلان عن اسم وصفقه المهاجم من بكره ان شاء الله. نتابع معاكم معسكر النمسا لحظه بلحظه. بشكر نجمنا الكبير كابتن كبير عادل طعيم على وجوده معانا النهارده. بشكركم على المتابعه، بكره حلقه جديده من السادسه، تحياتي ليكم.